مسألة الجمع والقصر، يعني أنت لما تكون مسافر، موضوع الجمع والقصر، هل الجمع إنك أنت تجمع الصلاتين مثلا الظهر والعصر مع بعضهم أو المغرب والعشاء، هل الجمع ده واجب؟ وهل القصر أيضا إيه واجب؟ يعني لو أنا مسافر وأتممت الصلاة هل علي حرج؟ أو أنا مسافر ولم أجمع، يعني صلاة الظهر واحدة والعصر في وقتي وهكذا. فهل الجمع والقصر الاثنين واجبين يعني؟ أو الراجح في هذه المسألة أن الجمع والقصر ليس واجبا في السفر، ليس واجبا، بل القصر سنة. قصر إنك أنت بدل ما تصلي الظهر 4 ركعات بتصلي ركعتين، ده هو الإيه؟ هو السنة. الجمع رخصة، يعني مش سنة، رخصة، يجوز فعله والأحسن تركه. يعني إن استطعت إنك أنت تصلي الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقتها، فهذا هو الايه الاول. لكن لو جمعت ده من الايه من الرخص، ليس من السنن. ففرق بين الرخصه والايه والسنه. السنه يعني يستحب انك انت تقوم بها، الرخصه يعني لا يستحب ان تقوم بها. يبقى القصر هو الايه السنه، لكن الجمع ليس ايه ليس سنه، وانما ايه رخصه يجوز فعله والاحسن تركه عند الامكان والسعه. وصلاه كل فرد في وقته. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: الجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين، أن سنة السفر الجمع. يعني كثير من الناس بيعتقد هذا أو بيظن أن السنة ليه؟ أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة. الكلام للإمام ابن القيم يعني في كتابه الوابل الصيب، يقول: الجمع رخصة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر، السنة في موضوع الصلاة يعني في السفر، فسنة المسافر قصر الرباعية، يعني الصلاة الرباعية يقصرها سواء كان له عذر أو لم يكن. وأما جمع بين الصلاتين فحاجة ورخصة، إذا وجدت الحاجة فيجمع بين الصلاتين، إذا لم توجد الحاجة وكان عنده متسع من الوقت يبقى لا يجمع. فهذا لون وهذا لون. يعني إيه هذا؟ يعني موضوع لازم نفرق بين القصر والجمع، يعني لا نجمع بينهما. القصر كما قلنا هو السنة، أما الجمع هو إيه؟ هو رخصة والأحسن إيه؟ والأحسن طبعا. ده بالنسبة لمسألة الجمع والإيه؟ والقصر.